اليوم راح نحكي عن سنبر نتوركس في الباور الكترونيك سيرفيس. احيانا في بعض الاحيان بتشوفوا على اس سي ار مبرلل مع اس سي ار او مبرلل مع ترايل سيليكون بورد بارت، بتشوفوا مبرلل معهم ار سي نتورك، بتلاقي مبرلل مشبوك مع الكاثود والانود تبع الاس سي ار، او بتشوفوا كمان بالنسبه للترايل. الترايل عباره عن باي دايركشنال اس سي ار و1 جيت ترمينال، فتقريبا هو المقابل لتو اس سي ار، بس طبعا هون الاختلاف انه في جيت ترمينال بعمل له فايرنج بالنسبه لهذا الكاثود، وهذا جيت ترمينال بعمل له فايرنج بالنسبه لهذا الكاثود. الترايل هو جيت ترمينال بعمل له دائما فايرنج بالنسبه لهذا الكاثود لكنه باي دايركشنال. احيانا بنشوف ار سي نتورك انترن معهم، هذا اسمه سنبر نتورك. سنبر سيركت وله طبعا في له هدف مهم هلا راح نشرحه بالتفصيل. قبل ما نقدر نشرحه لازم نطلع على طرق السويتشنج، كيف بعمل سويتشنج اون لاس سي ار. في عندي ثلاث طرق، الطريقه الرئيسيه اللي شفناها اللي ركزنا عليها هي نعمل جيت كرنت، امرر جيت كرنت اكثر من الجيت كرنت المطلوب. فاذا مررت جيت كرنت اكثر من الجيت كرنت المطلوب وصل الكرنت في الاس سي ار اللاتش كرنت المينيمم كرنت المطلوب حتضل شغال، حتى بعدين لو شلت هذا الجيت كرنت رح يضل شغال. هاي مش اكثر طريقه التريجر المشهوره اللي هم الجيت كرنت بمرر وبعمل له سويتش او بعمل له تريجر او بعمل له فايف. لكن في طرق ثانيه انا ما بدي استعملها بس هي بتصير في الواقع اللي هاي بنسميها سبيريس، يعني ما بدنا اياها تصير. اذا الفورورد بلوكينج فولتج تجاوز الفولتج تبع الاس سي ار او الترايك، يعني اذا عندي هون عندي هذا الفولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي ضل يزيد ووصل حد معين راح يصير في عندي بريك داون وراح يوصل راح يشتغل عن طريق اذا زاد البلوكينج فولتج عن الفورورد بلوكينج فولتج. طبعا هذه مشكله ممكن تصير في الواقع. والطريقه الثالثه انه يصير في عندي الريت اوف تشينج اوف فولتج مع الزمن يزيد عن حد معين، يزيد عن قيمه معينه. ايش يعني دي؟ يعني حتى لو الفورورد بلوكينج فولتج اقل من الفورورد فولتج اقل من الفورورد بلوكينج فولتج اللي في الداتا شيت، إذا دي في على دي تي زاد عن حد معين يعني الريت اوف تشينج، يعني هو ما بيهمني قيمة الفي، بيهمني الدي في على دي تي. يعني مثلا لو الفولتج تغير من النقطة هاي للنقطة هاي بفترة زمنية قصيرة جدا، دي في على دي تي بكون عالي جدا. أعطيكم مثلا، مش شرط يكون الفولتج هذا عالي، يعني نفترض هذا الفولتج بديت أنا هون من 0 فولت وتحركت هون ل 10 فولت، بس الفترة هاي اللي بين الاثنين كانت 1 مايكرو سكند، قديش دي في على دي تي؟ واضح شو السؤال؟ انا ما وصلت لفولتج عالي هون 10 فولت عالي؟ احتمال كبير انه هذا بقدر يعمل له بلوكينج فورورد بلوكينج، لكن الدي في على دي تي قديش تغير؟ تغير خلال 1 مايكرو سكند قديش تغير؟ 10 فولت. اذا هذه بتساوي 10 فولت على 1 مايكرو سكند وتساوي 10 ميجا فولت بير سكند. مضبوط؟ تاكدوا منها، هاي واحد بالمليون مش هيك؟ بتطلع فوق بتصير مليون، فبتصير مليون فالريت اوف تشينج اوف فولتج عالي جدا، سرعه التغير. هلا هاي لازم تكون تطلع على الداتا شيت وتشوف ايش الرقم هذا. المشكله هون اذا صار في عندي تغير بالفولتج بين الانود والكاثود، الدي في على دي تي اكثر من قيمه معينه، هذا راح يعمل سويتشنج اون. واذا عمل سويتشنج اون طبعا مشكله، ليش مشكله؟ لانه هو عمل سويتشنج اون في اللحظه اللي انا ما بدي اياه يعمل فيها سويتشنج اون. انا بدي اتحكم فيها عن طريق جيت، وبدي اياه يعمل سويتش اون في لحظه الجيت وبعدين بعمل سويتشنج اوف يا اما ناتشرال كوميتيتد يا فورس كوميتيشن انا بشبهه انه هو يطفي. لكن بالحاله هاي المشكله هون، المشكله هون خصوصا هاي المشكله اذا صار عندي دي في على دي تي قيمته عاليه اعلى من القيمه المطلوبه حتى يعمل سويتشنج اوف، راح يصير في عندي بريك داون وراح يوصل هذا الاس سي ار. حتى نمنع هذه المشكله نستخدم ار سي ان بارلل. الار سي ان بارلل الار سي نتورك اللي موجود هون ار سي بيعمل ليميتنج للدي في على دي تي، ولذلك هو بيعمل بريفنشن اوف سبيريس. سبيريس عمركم سمعتوا فيها الكلمه سبيريس؟ سبيريس يعني يعني هو غير مطلوب، هو بالخطا بصير، بالخطا التريجرنج بصير خطا. فسبيريس تريجرنج انا ما بدي يصير في عندي سبيريس تريجر، بدنا التريجر يكون انتشنال، احنا بنعمل له تشغيل في اللحظه اللي بدنا نعمل لها تشغيل. خليني اعطيكم مثال، انا ارسمكم دائره تشوفوها بصير فيها سبيريس تريجر اذا ما حطيت ار سي نتورك. الفيديو مليان لحد هون.
هذا الخط لا. لا. طيب خلينا احط راح امسح هذا الجزء عشان يبين معنا. راح نشوف دائره برجيكم دائره ممكن يصير فيها دي في على اي تي ثينك كثير بالشكل التالي. خلينا افرض انه عندي هون اي سي سورس عندي هون اندكتيف لود هون عندي هون اي سي سورس وانا مش حاطط ما حطيت شيء ان بارلل عندي هون ال على الار الزاويه تبعت اللود قديش قيمتها رح تكون؟ تان تان ارك تان يعني فاي للود تساوي ارك تان مضبوط اوميجا ال على ار وتساوي تان ماينس 1 2 باي اف ال على مضبوط الكل واضح فاهم هاي؟ ايش هاي الزاويه اهميتها؟ شو هي الزاويه هاي؟ وين بشوفها هاي الزاويه في الواقع؟ الكرنت والفولتج هي اللاين ما بين الكرنت والفولتج في هذا الاندكتيف لود مش هذا اللود اندكتيف؟ اذا الكرنت بالنسبه للفولتج رح يكون بشكل عام قبل ما اعمل سويتشنج بشكل عام رح يكون لاين إذا هاي الزاوية مهمة لأنه هاي الزاوية رح يكون في عندي هلا نقطة معينة عندها رح يطفي الـ SLR. هلا لو جيت هون رسمت الويف فورم اللي رح تصير عندنا رح افترض هاي الويف فورم تبعت الفولتج أنا هون رح أعمل خارج هاي المقدار ها ألفا اللي هي الديلي هون رح أعمل ألفا هون رح أعمل ألفا والألفا طبعا رح تكون زيرو بروسيل بين الزيرو بروسيل مش هيك؟ نفترض ألفا في الحالة هاي 60 درجة فرضا إذا هذه هون ألفا وهي 60 درجة افترضها انها الفا وبدي افترض هون انه فاي لود اقل من الفا هاي نقطة مهمة اه فاي لود اقل من الفا يعني اذا الفا 60 مثلا فاي لود خلينا نقول مثلا 5 اورام على سبيل المثال اكزامبل فاي راح اعتبرها مثلا 60 وهون راح يجي عندي البلس طيب هلا بسالكم سؤال هون راح يجي فايرنج بلس مش هيك؟ لاي اس سي ار لازم تيجي الفايرنج بلس هاي؟ لاي واحد من هذول الاثنين؟ لليعدمين تمام اذا لليعدمين عشان يمر عندي الكرنت بهذا الاتجاه، اذا هون راح اعمل فايرنج بلس خلينا نحط هذول احمر وازرق حتى نميز ما بين الاثنين، اذا عندي لو هذا سميته رقم واحد وهذا سميته رقم اثنين نسمي هذا رقم واحد وهذا رح نسميه رقم اثنين اذا البلس تبعت رقم واحد رح تيجي بالفتره هذه رح تعمل فايرنج لفيت ولازم يكون لها عرض كافي بحيث انه الكرنت يوصل للاكشن كرنت اللي بيخلي الاس سي ار شغال وبعدين رح تجيني فلس رقم اثنين بالمنطقه هذه هون وهدول طبعا الديلي ما بينهم وبين الزيرو كروسنج هاي زيرو كروسنج وهي زيرو كروسنج بيكون في عندي دائره طبعا بتعمل ديتكشن للزيرو كروسنج هي سينكرونايز متذكرين البلوك اللي كان اسمه سينكرونايز بلس جنريتر بيعمل ديتكشن للزيرو كروسنج ومن الزيرو كروسنج بيعمل ديلي مقداره الفا اللي مثلا انا باخذها هون فرضا الفا في الحاله 45 درجه عفوا 60 درجه انا منها هون هون 60 درجه زاويه اللود اقل من الفا فاللي راح يصير الان خلينا نجيب الكرنت نرسم الكرنت خلينا نرسم الكرنت بالاخضر هلا ايش راح يصير هون؟ هل الكرنت راح يطلع فجاه لهون؟ ايش كيف شكل الكرنت اللي راح يمشي هلا في هذا اللود؟ راح يبدا يزيد شوي شوي، ليش راح يزيد شوي شوي؟ ما راح يطلع فجأة. ببلش يشحن. لأنه هون في عندي اندكتيف لود مش هيك؟ إذا الكرنت هون راح يزيد معي. عند النقطة هاي راح يوصل أعلى قيمة. هلا هون ايش صار الفولتج؟ الفولتج صار زيرو. الكرنت لسه مش زيرو. إذا هل راح يطفي الـ SCR الأحمر هون؟ لا، لسه في كرنت ماشي فيه مضبوط. فراح ينزل الكرنت بعدين هون. نعم زي التفريغ زي التفريغ تمام ننزل هذا ننزل من هون هلا انت بيحاول يطفي الاس سي ار لما الكرنت يوصل اقل من اللاتش الكرنت اللي موجود فيه عند النقطه هاي مش هيك؟ اللي هي هون طيب ليش الكرنت لاقي بالفولتج؟ لانه عندي هون اندكتيف لود لو انه هذا ريزيستيف كان طفى الاس سي ار عند النقطه هاي مش هيك؟
الاس تي ار هنا الكوميتيشن الناتشرال كوميتيشن هنا هون راح يعمل ثاني مف راح يحاول يعمل ثاني مف عند النقطه هاي مظبوط استكتار الايكو في ريزيستنس ما راح يعمل شو عند التبريد لا راح يطلع شكله زي مين شكل شكل الفولتج ويف فورم بالضبط فلو ريزيستيف كان طلع من هون هيك مشي الكرنت شكله زي هاي طبعا بس راح يكون اكبر واصغر حسب قيمه الريزيستر وعنده نقطه هذا الحد مش هيك احنا مشكلتنا الان في الاندكتر في الاندكتر بون صار عندي هاي الزاويه قديش راح تكون قيمتها بين النقطه الزيرو بوست السوداء والخضراء 45 هي الفايت تبعت البيت اذا لاحظوا هاي هذا الخط من هون لهون هذا اللي هو الفا اللي هو 60 درجه لكن هاي النقطه من هون لهون هذه اللي هي فايت فاي لود اللي هي فاي تبعت هذا اللود اللي هي صارت اللاجي لاحظوا هاي هي الزيرو كروسنج ما بين الزيرو كروسنج تبع الفولتج والزيرو كروسنج تبعت الكرنت هل الكرنت لاجي في الحاله هاي؟ لا لانه متاخر عنها الفولتج عمل الزيرو كروسنج تبعته هون الكرنت عمل الزيرو كروسنج بعده ب 45 درجه لانه اللود هذا له زاويه 45 درجه ماشي تمام هلا خلينا نطلع شو بيصير عند النقطه هاي اذا هلا بيطفي عند السيستم شو راح يصير؟ راح يحاول هذا الاس تي ار يطفي مش هيك؟ راح يعمل سويتشنج اوف إذا عمل الـ SCR عندي هون switching off إيش راح يصير بهذا؟ هلا هذا الفولتج، الفولتج هذا تبع اللود مضبوط؟ اللي هو على هذا اللود من هون راح يصير الفولتج اللي هون لو جينا طلعنا على الفولتج اللي هون عند النقطة هاي الفولتج تبع السبلاي عند النقطة هاي قديش قيمته؟ هذا كله مضبوط؟ مش الفولتج عند السبلاي عند النقطة هاي قيمته هالقد مضبوط؟ اللي هي جاية من السبلاي هون، وين كانت موجودة هذا الفولتج في هذيك اللحظة؟ كان موجود عندي هون وهذا كان شورت سيركت مضبوط؟ هلا اذا اجى هذا حاول يطفي عند النقطة هاي قديش بده يصير الفولتج عند اللود عند النقطة هاي؟ بده فجأة يتغير من القيمة الكبيرة لزيرو مش هيك؟ فراح يصير في عندي هون في الدائرة دي في على دي تي لأنه هون شايفين التغير اللي صار من هون لهون؟ هذا راح يسبب دي في على دي تي فيري لارج لانه هون لما هذا الفولتج يصير زيرو فولتج اللود على مين راح يروح؟ عبر مين راح يصير؟ عندنا كقاعده عامه لو انا عندي نفترض عندي هون هلا انا لود عندي بطاريه عندي سويتش وعندي حتى ريزيستر لود في اللحظه اللي السويتش هذا فيها مسكر قديش الفولتج عبره؟ زيرو ولما كان السويتش مسكر قديش الفولتج عبر اللود؟ هو نفس الفولتج تبع السبلاي لما بنفتح السويتش قديش بصير الفولتج عبر اللود؟ زيرو قديش الفولتج عبر البطاريه؟ لسه في ال مش هيك؟ وين هذا الفولتج راح يتكون؟ على السبلاي على السويتش مش هيك؟ بلس راح يصير عندي هون بلس هون ماينس وهذا هون زيرو مش هيك؟ اذا اي سويتش لما بفتح هذا السويتش الفولتج عبر السويتش شو بيساوي؟ الفولتج عبر السورس لانه الفولتج عبر اللود صار زيرو ولما اجى هذا الاس تي ار فتح لما هو عمل اوف مش هو عمل اوف فجاه الفولتج اللي هون بده ينزل من القيمه تبعته لزيرو الكرنت ما في مشكله في ال مش هيك في الاندكتر ليش؟ لانه الكرنت قديش قيمته عند اللحظه هذيك؟ اي ال دي اي ال على دي تي ما مسموح انه يكون كبير بس دي في على دي تي ممكن يكون كبير مش هيك؟ فممكن يتغير الفولتج فجاه من القيمه اللي هو كان موجود عليها دي هاي لزيرو مضبوط؟ اذا صار هذا زيرو الفولتج اللي كان من اللود اللي هون على وين راح يظهر على الاس تي ار على الاس تي ار اذا الفولتج على الاس تي ار عند النقطه هاي كان زيرو وفجاه راح ينزل القيمه هاي زيرو هون ايش صار عندي في اللحظه هذه في عندي دي في على دي تي عبر هذا الاس تي ار كبيره جدا مش هيك مش صار تغير لما هو كان مسكر قديش الفولتج عبر الاس تي ار زيرو لما فتح ايش صار الفولتج عبر الاس تي ار هذا الحين وهذه صارت بسرعه الدي في على دي تي هاي شو ممكن تعمل؟ الدي في على دي تي الكبير شو ممكن تعمل بالاس سي ار؟ بتخليه يشتغل مره ثانيه بتشغل هلا ما بتشغل هذا اللي موجود هون بتشغل هذا اللي موجود هو عكس بتفتر الدائره تمام بتغير دي في على دي تي وبيشتغل هلا شو بيصير اذا اشتغلت الدائره اذا اشتغل هذا رقم اثنين شو بيصير عندي بالفولتج؟ بتعكس الوجه بتكمل بتضلها مكمله ما بتفيش اه بتكمل من هون هلا هون اللي اشتغل رقم اثنين، هون اللي طفى رقم واحد. ليش اشتغل اثنين رغم اني انا مش باعت له البلس من هون؟ لانه هون كانت عند النقطة هاي دي في على دي تي كبيرة جدا. ماشي واضحة النقطة هاي؟ شو بعمل حتى امنع دي في على دي تي انها تكون كبيرة جدا؟ بحط
Snubber network. إذا السنابر نتورك عبر الـ SCR أو الـ Prior أو الـ Thyristor الهدف منها إنها تعمل limitation على DV على DT. وإذا عملت limitation على DV على DT بتمنع هذه الشفوات. هي إيش راح يصير لأن هذه الدائرة تشتغل بشكل صحيح؟ راح يدخل راح يدخل عندي الـ SCR من هون. الكرنت هون راح يضل زيرو، راح يضل الأخضر زيرو. وإيش راح يصير عند النقطة هاي عند الأزرق؟ هنا راح يشتغل اثنين والكرنت الآن شو راح يعمل؟ راح تكمل الصيد. هلا هذه هون إذا طلعنا عليها راح نلاقي هاي 45 هذه 60. هلا هاي كمان راح تكون قديش اللاج انجل؟ هذه راح تكون 45 وبعدين راح نرد عندي مرة ثانية بلس 60 بعمل فاير لا واحد. فالكارنت راح يصير شكله طبعا هون لاحظوا الكارنت ديسكونتينوس ها؟ ايش صار عندي بالفترة هاي اللي فرق بين 45 و 60؟ زيرو طفى هذا مش هيك؟ أول الكرنت كان زيرو بعدين رجع مرة ثانية وبدأ من جديد.